دراما ولكل مستمعين إذاعة صوت الشباب، أهلا وسهلا فيكم بهالحلقة الجديدة من برنامجكم واو اف ام. مثل العادة متابعينا عم نكون معكم كل يوم أربعاء من 10 للـ11 مباشرة على قناة سوريا دراما وأيضا على هوا صوت الشباب، ومثل العادة عم بيكون معنا دائما نجوم سوريين مشتهرين بأغلب المجالات، ومثل العادة اليوم رح يكون معنا ضيف غالي جدا واستثنائي على قلوبنا كلياتنا. قبل ما أعرفكم على ضيفنا لليوم، تتواصلوا معنا مثل العادة من خلال لايف فيس على صفحة سوريا دراما وأيضا من خلال صفحة صوت الشباب، بالإضافة للصفحة الخاصة بالبرنامج صفحة الواو اف ام. كمان مثل ما عم تشوفوا نحن معكم مباشرة على سوريا دراما، وأيضا فيكم من خلال الاتصالات المباشرة على 2-238-701 أو 2-238-702. اليوم ضيفنا سميناه بالصوت الساحر، وعن جد وقت المنقول كبير هو فعلا الممثل الكبير والقدير مروان فرحات. يسعد لي أوقاتك وأهلا وسهلا فيك معنا بواو اف ام. يسعد مساء ويسعد مساء الجميع، أهلا وسهلا فيك. حضرتك يعني خلينا هلأ نقول كصوت، هاي الصوت المعروف بذاكرة أجيال يعني لحد هلأ مستمرة دائما أعمال، خاصة بأعمال الكرتون. رح نحكي عن مختلف التجارب بدبلجة الأعمال الكرتونية أو حتى بالدراما أو حتى بالمسرح أو حتى بالتلفزيون. حضرتك من خريجين المعهد العالي للفنون المسرحية من عام 1981. نعم. فما شاء الله هلأ بدنا نشوف شو عملنا بكل هالسنوات الطويلة بالخبرة الفنية والاسم الكبير يلي حضرتك وصلت له إسلام. وأصبحت يعني هيك من أصحاب البصمة الخاصة جدا بمجال الأصوات. أنا كثير مبسوط أنك معنا لليوم، حياك وأهلا وسهلا فيك. الله يبارك فيك. إسلام. إذن متابعينا فيكم تتواصلوا معنا مثل ما خبرتكم من خلال اتصالاتكم المباشرة على 2-238-701 أو 2-238-702، بالإضافة من خلال حابين تشاركونا فيكم من خلال اللايف فيس على صفحة قناة سوريا دراما وكمان صفحة صوت الشباب. والحلقة رح تكون أكيد اليوم كتير مميزة وكتير رائعة. هلأ خلينا نبلش سريعا، لأنه في كتير عنا أسئلة وتحضيرات لليوم. بدايات الدبلجة كانت بشخصيات يعني أغلب الأجيال هيك حبتها وتعودت عليها. هلأ اللي لحق تسجلون، إذا حكينا فواز بالصياد الصغير، شايني دي إيكوسان، المدرب نعيم بالسباق الكبير، صقور الأرض، العمل الغني عن التعريف بدور عبد الرحمن، مدرسة الكونغ فو كبير المدربين وهنكل كمان، مدينة النخيل علقم، ماجد ابتداء من الجزء الثالث، طرزان، زورو، باتمان، توغوموري بالمحقق كونان، ايضا اكاي بالبوكيمون، ابطال الديجيتال، يعني شو بدنا نعد لنعد. سلام عليك، ما شاء الله عليك. ببار، سندباد، كاسبر بدرو بريمي، يعني زاك ستورم كمان بالجولدن بونز، وايضا ميماتي الشخصية كمان الشهيرة جدا يلي كانت من خلال عمل وادي الزياب. هلا تعال نحكي كل هدول الكاركترات والشخصيات قديش اخذوا منا جهد هيك وتعب، وقديش انت سعيد هلا بعد هاي السنوات بهي المرحلة يلي صرنا بنعرف مروان فرحات من صوته. الله يبارك فيك. يعني هذا الشغل اكيد نحن بذلنا جهد كتير كبير في من خلال تعاملنا مع الشخصيات. هذا اهم شيء، انك انت تنطق هاي الشخصية، تخليها هي اللي تحكي بطابعك. تماما. شخصية مثلا صقور الأرض لازم تروح معها شخصية بإحساسها بجوها لحتى تعطيها هذا الإحساس وهذا الجو، أكيد لحتى تعلق هيك دائما برأس العالم. هلأ بتحس من خلال هاي الأعمال الكتيرة دائما في كاركترات، خلينا نقول مثلا مثل صقور الأرض أنه عبد الرحمن هذا هيك المحارب دائما النبيل والأخلاق، بشخصيات تانية يمكن يكون مثلا هيك شوي شرير على شوي كوميدي أكتر. حسيت اللي بيعلق برأس العالم أكتر وين؟ هلأ دائما شخصية البطل هي اللي بتعلق بأذهان الناس، بس كان عندنا يعني في كتير شخصيات مهمة خاصة السوبر هيرو، يعني
نحن باتمان زورو في فانتوم المقنع كمال المقنع. نحن سميناه عربي بس يعني كانت محاولة يعني. محاولة لتعريبه للعمل. هلا تمام. هلا من اكثر العمل رح نرجع نحكي هلا عليهم ونشوف كاركترات كمان مختلفه فيهم هيك بصوتك. مثل ما قلنا يعني بحكم موجه الانتاج اللي انتشرت عنا بشكل كثير كبير اكيد بسوريا واستطاعت انه تكون بالمراتب الاولى عربيا خلينا نقول من شخصيه ميماتي يلي عملت شهره وانتشار، بتحسها كان عامل فرق هي الشخصيه؟ يعني اجت هي الشهره الكتير كبيرة اللي ما مر علينا شخصية مثلا مثلها، انه ميماتي ما في حدا ما بيعرف ميماتي. صحيح، شخصية ميماتي هو الممثل بالاساس، الممثل التركي كتير مهم، كان يشتغل الشخصية بحس عالي، يعني بعكس البطل اللي كان هو البطل الخارق اللي بيبعد عن الرصاصة، يعني اذا أطلقوا ميماتي هو قاسي وجلف بس بنفس الوقت بيلعبها صح كممثل. هو بالأساس يعني داخل من تاريخ قديم يعني. صح. هو في التمثيل. صح. هلأ الشخصية حبيتها والناس بلشت تحبها، صرت يعني حتى ضيف من عليها يعني، مشان هيك الناس حست انه هو هذا الشخص عم يحكي عربي، هو عم ينطق عربي وما عاد نتحمل اي صوت غير انه يعني خلص انه معروف صوت ميمات، تعودنا نحن على هذا الصوت تماما. هاي بتصلني هاي الانطباعات انه نحن ما عاد نحبه من التركي، بدنا نسمعه من مروان فرحات. هلا ميماتي باش اجته دعوة على برنامجنا الكريم يلا. ويكون ضيفنا بالواو اف ام، تعال نشوف كيف ممكن يحكي. يلا معلم مراد، انا موجود بواو اف ام على سوريا دراما وصوت الشباب، ومعي عابد وبدنا نعمل حلقة غير شكل، بتمنى تعجبك معلم. اذا بتريد خبر الشباب يشوفوها، ولا قلك لا تعذب حالك، انا هلا على الهوا دغري بقلن. اخي هالشي ما بلي فيك. شو هو هالشي؟ لو كنت جايب معك ست سلوى كنت عملتو شهر عسل. سلوى من شاني بتروح على اي مكان، انت شو فهمك؟ معناتها اتصل فيي اخي، لا تخليها تقلق. لك شو صرت حماتي هلا؟ لا تهمل البنت، لا تخليها تقلق، اعمل هيك وهيك. شو هذا يا؟ هات التليفون، لعب الفار بيعبي. بدك تتصل بالمعلم مراد؟ طبعا ابني طبعا طبعا. بمين بدي اتصل غيره؟ ما عم بحكي معك شي لانه متغربين، احكي بهذا الاسلوب معي باسطنبول وشوف شو ممكن اعمل. معلم الاتصال السريع. خي شو كنت صغير عم بسمع على صوتي كمان ما عم بعرفه تبع انه له ليش هيك. مو بوشك بجنن كان الدور. هلا في لحظات يعني اغلبيه خلينا نقول المتابعين ما بيعرفوها، بس خاصه كممثلين فينا نقول يعني كانت فرحه عن جد كثير كبيره انه مثلا صوت انت دائما ببالك ربيان عليه بمختلف اعمال كرتون وحتى كمسرح، وتيجي هيك فجاه تجيك فرصه هيك مشاركه مثل ما هلا كنا عم نتشارك هذا المقطع، فكنت كثير مبسوط فيها يعني. الدنيا كمان ما كانت سايعتنا. هلا بعد هالسنوات الخبره والابداع والذاكره الموجوده اللي عم لك براس جيل كامل من الشباب والصبايا، شعبية أعمال الكرتون كانت أكثر بالفترة السابقة أو بتحس هلأ مع انتشار الدوبلاج صارت أقوى بكتير مع السوشيال ميديا والقصص، صار فيها متابعات أكبر؟ تمام. يعني هو كانت قبل موجودة هاي المتابعة، نحن اكتشفنا هذا الشيء بعدين لما صار في شبكات التواصل، بس هو بالأساس كان في متابعة يعني. الأطفال اللي كانوا يشوفونا نحن بالبداية التسعينات يعني كان عمرهم بين الست سنوات للعشر سنوات، هلأ بدك تعتبر قديش صار عمرهم 36 سنة 40 سنة ولسه لهلأ بيتذكر هذيك الأيام، ودائما بيحكونا أنه أنتوا لكم الفضل بتعليمنا القيم، وأقل شيء أقل شيء كانوا يقولوه أنه أنتوا علمتونا اللغة العربية الفصحى. صح، هاي اللي ربيوا اللي عليها، اللي دائما صار فيه تآلف، حتى يعني حتى الناس اللي بالمناطق اللي بيتعاملوا مع اللغة بشكل دائم، حتى الأطفال صار يدخل على المدرسة إنه في فكرة عن هاي اللغة، يعني هو لأنه بيحكي أكيد باللهجة العامية. صح. لما بفوت على المدرسة إنه في شيء كان يسمعه معتاد عليه، فما بالك بالمغرب العربي. بالمغرب العربي كتير بيحكولنا إنه أنتوا
خليتونا لنا علاقة. لاحظنا ايه لاحظنا جماهيرية كتير كبيرة فعلا بالمغرب العربي حتى. وتحية اكيد تحية لهم كتير كمان كل مين عم بيتابعنا. مثل ما قلت لكم متابعينا كل مشاركاتكم على اللايف فيس. هلا بعد شوي رح نبلش ناخذ مشاركات واسئلة انتم حابين تطرحوها على نجمنا لليوم، وكمان صفحة صوت الشباب، كمان صفحة البرنامج الواو اف ام، وكمان اتصالاتكم المباشرة على 2-238-701 او 2-238-702. الذي قتل هوري هو أنت؟ ماذا؟ كازوتشي قتلها؟ نعم، لديك دليل براءة رائع. هذا إذا كانت هوري قتلت في الساعة الثالثة حقا. ولا شك أنك وعدتها هناك للتحدث بأمر ما، وعلى كل حال طلبت منها أن تلعب معك قليلا ثم رتبت أن تعيدها إلى غرفتها، وهناك أطلقت رصاصة على رأسها وقتلتها في غرفتها، وبذلك لن يعرف الوقت الحقيقي للوفاة، وسيكون لديك دليل قوي أنك كنت معنا ساعة حدوث الجريمة. هلا قول بعد المحقق كونان يمكن شخصية توغو موري صار على طول هذا المخ، خلينا نقول هيك البوليسي نوعا ما بالتقصي. هلا لأقول لك شغلة كتير مهمة، نحن لما كنا نجي على التسجيل إن كان أنا ولا المدام أمال، نوجه لك كمان تحية. تحية هي اللي اشتغلت كونان. نسأل الأستاذ مأمون مشرف إنه خدروا لتوغو ولا ما خدروا قبل ما نبلش التسجيل، يعني إنه إذا خدروا معناتها الشغل علي أنا اليوم، إذا ما خدروا معناتها الشغل على أمل. هي كانت علامة أولو الفرح إنه المهم يكون خدروا. تماما. طيب قديش عملت انتشار كمان شخصية المحقق كونان؟ حسيته كمان من أكثر الأعمال هيك الكرتونية اللي جابت هيك صدى وشهرة. السؤال اللي كان بدي أطرحه، الأعمال يعني هي الراقية اللي تعودنا عليها مثل ما قال كان تتعلم هي اللغة العربية المضبوطة، حتى الأخلاق هيك النبيلة والمبادئ الطيبة. حاليا عم نشوف كمان أعمال كرتون أشكال مرعبة، خلينا نقول أشكال مخيفة للطفل للأسف. يعني هي الفرق بالحالة للأسف. هلأ نحن سابقا كان في يعني مجال، يعني حتى على صعيد الأغنية، حتى على صعيد الكتابة بالإعداد، يمرقوا عبارات نبيلة وقيم، ويعني شيء يخدم الطفل أو الفتى حتى يعني. لكن حاليا يبدو شركات الإنتاج هي السبب، أو الشركات اللي بتبعت الأعمال لهون. يعني أنت بتصير بدك تأخذ كونان لازم تأخذ معه كيت، يعني تأخذ باجج كامل. لذلك بمرقوا أعمال، ما فيك تختار أنه هاي الأعمال أعمال كلها بدك تعملها. تماما. بمرقوا أعمال يعني فيها سلع، فيها أنه هاي الميتورات، هاي السيارات، هاي القصص، وفي منه الشيء التجاري العنف. هذا يعني ما بعرف، احيانا بحس انه في شيء مدروس انه ينبعث لنا هاي الاعمال. هلا بدي سبق انا سؤال على سؤال، يعني بعد ما حكينا عن قصه هون الكرتون، يعني هذا الشيء ما خلى خلينا نقول في شوق كبير وطموح لانتاجات كرتونيه مثلا سوريه، خاصه انه طب كل الكادر المحترف موجود عندنا، فشو يلي منع هي التجربه ما تكون عندنا نحن اعمال الدراميه الكرتونيه؟ هلا المشكله هي انه الانتاج دقيقه الكرتون بتكلف كثير. طب ما مطلوبه. ايوه هلا نحن امام اعمال الامريكيه او اليابانيه، هدول بيوزعوا لانحاء العالم، بيجيهم مردود قوي، قادرين على الانتاج. هلأ نحن حاولنا هون بسوريا، كان في من ضمن مجموعة الزهرة في شركة اسمها تايجر برودكشن، هلأ حاولوا ينجوا بس للأسف ما استمروا. السبب هذا اللي عم أقولك عليه، سبب انتاجي. انتاجي لانه على طول يعني بنتمنى، عرفت كيف؟ لانه طبعاً. خلص كادر محترف موجود بكل الاقسام، فلازم يكون في هيك انتاجات خلينا نقول خاصه بعد هالشهره والانتشار يلي شفناه. حدا عم يسال كمان بدك تشارك بدوبلاج المحقق كونان بالجزء الجديد؟ اكيد بلشنا فيه. نحن من خوفهم عم يسالوا. نحن بلشنا سجلنا 4 حلقات من الجزء الجديد. شوف اغلب التعليقات فعلا صوت الطفوله، يعني مزروع كمان هيك بذاكرة الكل مثل ما قلت لك، كله عم بيمسي كمان ميماتي توغو موري كل الشخصيات. هلأ بس في سؤال، هلأ أكيد الله يخلي لك هيك عيلتك وأولادك كمان، بالعادة مثلا إذا بدنا نعاقب الصبي بالبيت أنه ممنوع أنت تحضر أعمال الكرتون،
فانت هون يعني كان سيف ذو حدين، انه بنفس الوقت انه عم بسمع صوت البابا مثلا باعمال الكرتون، وبنفس الوقت ما صارت هيك شيء مره انه مثلا راجع ابنك هيك على البيت وكل رفقاته معه، انه عندنا المحقق تجوموري وعندنا كل هاي الاصوات؟ لك بصراحه لا، ما كانوا متولعين كثير، بس ابني الكبير كان هو متولع كثير بالكرتون. احيانا كان يفتح على غير محطه وانا ما اجبره يفتح على على اعمالنا على اعمالنا، بس بعدين صار يشوف انه ابوه انه عم يشتغل بهذا المجال. بتحس هلا لسه في هذا التعلق باعمال الكرتون، ولا بتحس عن جد هذا الجيل عم يجي بخلينا نقول كبير ومفتح واوريدي عم يحضر اعمال كبار صغار يعني؟ لا على فكره في تعلق حتى بسن الكبار. هن شوف لما لغوا، لو حكينا على اسم محطة، لغوا سبيس باور، انزعجوا الشباب. ليش؟ لأنه انت عم تتوجه هون للشباب، انه انا ما عاد طفل صرت شاب. لما التغت هاي المحطة لظروف كمان انتاجية كتير تضايقوا، صاروا شلون ينزلوا فترات ضمن سبيس تون مسائية، يعني هاي مقتطفات خلينا نقول من الباور اللي كانت موجودة. تماما تمام. هلا من الشخصيات كمان اللي قلت لي أثرت حتى على الشباب، الكونت ديمونت كريستو كمان. كتير له خصوصية على فكرة، تعال نشوف شو التيمة تبعه. يعني هو أثر على الفئة العمرية المتقدمة شوي، لأنه هو في عنده عبارات وأقوال كتير نبيلة. معلش قبل ما أقول هذا، أنا بحيي جيشنا العربي السوري وعلى الانتصارات اللي عم يحققها، وألف رحمة على الشهداء، شهداء الوطن كان مدنيين ولا عسكري، أصحاب الفضل الأول والأخير طبعا. هذا المقطع بذكرني هيك بالشي اللي صار ببلدنا للأسف. طفل بريء ولد في قبو عميق، وجنات قهر الناس، ولكنه لم يكن سوى حلم مخيف سيزول ويجعل الأبدان تقشعر، والباطل سوف يندحر، وليس ولا بد من انتقامنا، وليس من انتقامنا أي مفر، لا مفر، لا مفر. هلا انا هي كاتبها بس ما انتبهت انه هيك لازم اقول وليس من انتقامنا. هلا ما هي ما عاد بدنا ننتقم، هي من اخطائنا. هلا ما عاد بدنا ننتقم يا بنوب، هلا بدنا نفرح بقى بهالايام هيك الجايين مثل ما قلت، ان شاء الله بنشوف بقى الامن والامان يلي متعودين عليه. هلا الانتقام ممكن يكون بشكل او باخر، انك انت تكون قوي، تصمد، انك يعني تحارب الفساد الموجود، ما تكون عبد للبيروقراطية. هذا نحن ندعم الناس اللي صمدت 7 سنين. صح، هذا كتير مهم طبعا. هلا بدايتك دراميا كانت كمان مميزة من خلال عمل إخوة التراب بشخصية عبد الغني، كمان على عبد الغني العريسي. نعم. بعدين سرقك الدوبلاج خلينا نقول، أو انجذبت أنت إله أكتر؟ هلا هو مش انجذاب، انا صحت لي فرصه عمل وبدات اشتغل عليها، والحمد لله تميزنا بهذا المجال واخذنا يعني هلا انا اذا انطلبت لاي عمل درامي ممكن نشتغل فيه. انا شاغل عده اعمال مع الاستاذ الكبير مجدت انزور، كثير بقايا صور، الموت القادم الى الشرق طبعا، في كتير أعمال، في كتير أعمال، بس الوقت الأغلب خلينا نقول كان هيك كمهنة، لأنه هي فعلا بتسرق. ونشوفنا على هيك مواعيد التسجيل الطويلة اللي بتصير. صحيح. والضخامة اللي صارت فيها. لا أعمال لا على ممكن طول. يعني ممكن ننسق أكيد يعني. حلو. طبعا متابعينا فاصل اعلاني صغير ونرجع لحتى نتابع معكم بي واو اف ام، خليكم معنا. موسيقى
كابوتشينو حسيب، عيش الجو. الخطوة حكاية. اربح 150 مليون ليرة سورية الجائزة الكبرى وجوائز بقيمة 543 مليون من إصدار رأس السنة الأول ليا نصيب المعرض. يجري السحب في 8/1/2019 وينقل على الهواء مباشرة. كيف تتم معالجة تصبغات الأسنان؟ بالحقيقة مشكلة تصبغات الأسنان هي مشكلة شائعة عند كثير من المرضى، ولحل هالمشكلة نحن لازم نعرف نوع التصبغات. ففي حال كانت التصبغات بسيطة لمتوسطة نحن بنقوم بعملية تبييض الأسنان. عملية تبييض الأسنان إما بتتم بالعيادة بجلسة واحدة فقط أو بتتم بالمنزل بقوالب مصممة خصيصا لكل مريض. في حال كانت التصبغات شديدة معندة على التبييض فنحن نلجأ لإخفاء التصبغات إما بوجوه مباشرة من الكومبوزيت أو وجوه غير مباشرة بالخزف أو ما يسمى بالفينير. ولتحصلوا على تشخيص مناسب زورونا بمراكز باسكوال، ولأنه جمالك أمانة ترونا بنصيحة جديدة. عودنا لكم متابعينا لحتى نكفي معكم حلقة واو اف ام لليوم. ومثل ما شفتوا اليوم ضيفنا الأستاذ الكبير والراقي والصوت الساحر كمان السوري مروان فرحات. ومثل ما قلت لكم فيكم تواصلوا معنا من خلال اللايف فيس على صفحة قناة سوريا دراما، بالإضافة لصفحة صوت الشباب، بالإضافة لصفحة الخاصة للبرنامج واو اف ام، وأيضا من خلال الاتصالات على 2-238-701 أو 2-238-702. منقول ألو لأول اتصال معنا لليوم. ألو. ألو مساء الخير. يسعد مساك. يسعد لي أوقاتك. قلت على الهواء تفضل. يخلي لي إياك. هلا. شلون الأستاذ مروان؟ يا هلا. كيفك أستاذي؟ تمام الحمد لله. الله يعطيك العافية. الله يعافيك تسلم. والله أنتم من وراء الكواليس طبعا أنتم شخصيات مرموقة ومحبوبة كثير. تسلم. الله يبارك بعمرك. بدك تحكي لنا أكثر حدث هيك صار معك وإله نهفة خاصة للأطفال. هلا حكينا قبل شوي هيك طرفي عن الموضوع انه بتخدروا ما بتخدروا، هي اكثر شيء. بس نحن يعني بتعرف دائما الدوبلاج اول مره نحن دائما نتعامل مع الجمله، كتير بيصير في عك. مره احدى الزميلات الرائعه انجل يوسف بوجه لها تحيه، بدها تقول الجملة، قالت لا رنيدو، هي لا نريدو، نريدو. أم كفالة الأستاذ مناع كان المشرف هو، لا نريدو لا رنيدو أن نتزوج. كفالة يا أنت تهور، لا تقتربوا، هذا ريمي اهربي. لكن تحركي، اذهبي إلى فندق جراند فأمك في انتظارك. إنني أحذرك، إياك أن تقترب مني يا كاسبر. هيا يا ريمي اذهبي، قلت لك اذهبي بسرعة. كابي رافق ريمي. لكن هذا، قلت اذهبي تحركي. لن تستطيع، قلت لك لا تقترب.
تصورك. هاي اللي كنا عم نسمعها من كاسبر، شخصية كاسبر بدروب ريمي. تمام. كمان الشخصيات اللي كلياتها بنتذكرها. هو المسلسل كله كان كثير حلو وعظيم. هلأ إذا حطينا الكرتون على جنب، بعد تخرجك من المعهد العالي من 81 كنا عم نحكي بالكواليس، إيمت كانت هيك آخر زيارة للمعهد؟ يعني إيمت آخر زيارة، لأنه كتير بتعني لكم بما أنه أنتم من أوائل الدفعات اللي كنتم. السنة الماضية أنا طلبت على المعهد من شان درس مادة الإلقاء وما صار في فرصة لأنه للأسف ما في وقت يعني، بس المعهد دائما بالبال، هو بيتنا الأساسي يعني. طب هلأ كثير انحكى عن وضع مثلا الدراما والمعهد، بتحس الفرق وين بين حالة المعهد القديم وحاليا، طبعا من ناحية التدريس وناحية التخريج كمستوى فني خلينا نحكي؟ والله يعني الحقيقة في فرق يعني، نحن بيبين هذا الأمر لما بنشوف الممثلين، أكيد هني عنده الموهبة بس يعني ما عم بيصير الجهد واضح على كل شيء، على كل مادة، على حدة يعني، على مادة الإلقاء، كيف طريقة النطق يعني عند الممثل، أو التعب على الجسد غير هيك. يعني لا أخفيك، أي طالب بيجي على المعهد هدفه الأساسي تلفزيون مش المسرح، عم بيفوت قبل ما يفوت على المسرح دغري انه براسي التلفزيون. يعني انا كلهم اصدقائنا ومنحبهم ومنرد لهم الخير اكيد يعني، بس اكيد في فرق، في فرق بالرغبه، في بالطموح. تمام. هلا كمسرح يعني من ايام المخططون خلينا نقول بشكل عام، مقل خلينا نقول بهيك المشاركات المسرحيه، هو كمان صحيح. انه من باب انه كمان ضغط العمل خلينا نقول هلا بمهنه الدوبلاج، او من باب انه ما عندي استعداد فوت باي تجربه، ما كتير هيك خلينا نقول انه عبت لي راسي، انه فعلا استفزتني لحتى اشارك فيها. تمام. هلا انا خضت تجارب يعني سابقه مع الاستاذ مأمون الخطيب، كلهم ابنائي، قبل تلاميذ الخوف عبلة وعنتر مع الاستاذ هشام كفارني، رجل برجل اخراج فايز قزاق، المخططون اول ما تخرجنا كمان مع الاستاذ ايمن زيدان، في كمان قصه موت معلن مع الاستاذ مانويل جيجي. يعني هدول الاعمال لا شك يعني في العمل المهم اللي يعني هذا ما بينتسى ابدا مع الدكتور المرحوم فواز ساجر وسكان الكهف. سكان الكهف هي لسه معلق لحد الان بالراس. خلينا كنا عم نحكي على برين وبينكي كمان، خلينا هيك نتذكرون شوي. هلا هلا هو بينكي وبرين معروفين، يجب ان نخطط لليلة الغد. لماذا؟ ماذا سنفعل في الغد يا برين؟ نفس الجملة بس هلا بدي اسمع على هاي. كل ليلة يا بينكي سنحاول السيطرة على العالم. تمام تمام، هذا هو بدل نفس الجمل اللي كنا بدنا نقولهم، بس كمان يعني ما شاء الله. هلا هو بينكي وبرين، برين ذكي جدا، بينكي بالعكس غبي على نياته، غبي جدا. كل مرة هني كل حلقة بيحاولوا بدهم يسيطروا على العالم، وكل حلقة بيخفقوا بيفشلوا. هلا من ورا هيك شريك مثل بينكي يعني يعني مبين خالص، وكل آخر حلقة بيقولوا نفس الجمل هاي. تعمل معي بينكي؟ تعال نجرب ناخذ بينكي. يلا تعال يا بينكي، سنخطط لليلة الغد. وماذا سنفعل في ليلة الغد يا برين؟ لا انت بدك تقولها، مو هو هيك، هاتي لي شوي اهبل ناخذه على اهبل. وماذا سنفعل في ليلة الغد يا برين؟ تفضل استاذ. لا هلا عندك انت، ما نفعله في كل ليلة يا بينكي. ما نفعله في كل ليلة يا بينكي، سنحاول السيطرة على العالم. ولهلا بايت بالفشل. بينكي وبرين، برين عبقري وبينكي هو الغبي، دارين يعيشا فماذا يصنعا؟ بينكي بينكي معه برين، برين 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 يخرجا يوما ويسعيا للسيطرة على العالم، فهل سينجحا؟ بينكي وبرين، بينكي وبرين، فدعي للتجارب لا نعرف من أين يأتيان بالأفكار، من علمه والأصدار. بينكي
بينكي راحوا برين 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 برين. يجب أن نخطط لليلة الغد. لماذا؟ ماذا سنفعل في الغد يا برين؟ ما نفعله كل ليلة يا بينكي، سنحاول السيطرة على العالم. هلا اغلب التعليقات عم بيقولوا واخيرا يعني شفناه بلقاء هيك تلفزيوني. بشكل عام ليش مقل بلقاءات تلفزيونيه؟ ما بعرف انا طبعا هذا سبق لنا ونحن كثير مبسوطين فيه اليوم معنا. انا بحاول يعني ما اخدش الصوره اللي ماخوذه عني. لما بيكون في برنامج مثل برنامجكم الجميل يعني بيعطيني حقي بطلع. ليش؟ لانه يعني انا بشوف بعض اللقاءات بالعكس بتسيء للفنان اكثر، ما بتعطيه خطوه للامام. حلو، وبرنامج كثير 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 متابع وكثير جميل وحيوي، وانت ما شاء الله عليك والمجموعه. نحن اللي بنتشرف فيك اكيد. هلا رح اخذك على فقره بالبرنامج بعنوان فيتو اعلى. بهي الفقره بنختار نحن ظاهره سيئه من اختيار طبعا ضيفنا، ومنسلط الضوء هيك عليها لحتى نحكي شوي، بلكي توصل وتتسلط عليها هيك الأضواء. نعم. وبتبطل هيك ظاهرة سيئة منكون حذفناها. ظاهرة سيئة عن مروان فرحات. والله أنا مع احترامي للجهود اللي عم بتقدمها الحكومة، يعني في تباطؤ بموضوع رجوع اللي هاجروا المناطق اللي كان فيها اشتباكات. يعني مثلا منطقة التضامن لازم يكون في خطوات حثيثة ليرجعوا الأهالي عليها، كمان الغوطة الشرقية، كمان يعني في شغل أكيد جبار. يعني إذا بتطلع اليوم أكيد غير لما أول ما تحررت المنطقة. كمان لازم يكون في تسارع أكثر. نحن بحاجة لندعم المواطن أكثر. للأسف بالفترة الأخيرة نحن دائما منوقف مع دولتنا، منوقف مع حكومتنا، بس منحس شوي بالتقصير. يعني ليش مشكلة الغاز هلأ بلشت؟ ما نحن هلأ بلشنا نتعافى وبلشنا ننتصر. هاي مسألة كتير مهمة. نحن لازم نتجه نحو الحكومة الإلكترونية. ليش؟ كسرعة بإنجاز المعاملات خلينا تماما نقول. وأنا بعرف أنه هذا الشيء عم بصير، بس كمان لازم يعجلوا فيه. يعني أنا مثلا بروح بطلع إخراج قيد، لازم البلدية توقع عليه، ولازم المختار يوقع عليه، ولازم ولازم ولازم، بينما هو عم يطلع من السجل المدني. يعني مثبت أنه أنا هذا السجل المدني، مثبت أنه هذا من عند تماماً. الدولة وأسرع بالوقت وبتوفر وقت على الجميع. ليش أنا لازم روح يعني لف هاللفة الطويلة؟ نخدم المواطن أكثر بهذا الجانب. أي نعم. إن شاء الله تكون هيك رسالتك وصلت، ونشوف كمان هيك يعني نوصل لهي الأيام أكيد فيها سرعة هالمعاملات والقصص، ونخلص من الروتين. يعني روتين نعمل على طول إنه نخلص منه. فقرتنا كمان هي من أحد الفقرات المفضلة عندي دائما، هي اسمها تحت تهديد السلاح بالعشرة. هلا اليوم ما في عشرة، اليوم في ثلاث مخاوف مع مروان فرحات. يمكن تكون مخاوفك كإنسان، كفنان، كمواطن، إذا بتحب ثلاث مخاوف كتير بخاف منهم. مخاوف؟ أنا بخاف على بلدي بدون مبالغة يعني. بس نحن هلا تخطينا مرحلة كتير مهمة. حضرتني صورة هلا عن تولستوي. هو كان معارض للحكومة القيصرية، معارض جدا، بس لما شنت فرنسا الحرب على بلده لبس البدلة العسكرية وحمل السلاح ودافع عن وطنه. بيعرف أغلى شيء البلد. تماما. مخاوف مهنة قد تكون؟ مخاوف المهنة أنه أنا يعني في بالفترة السابقة شوي تراجع الشغل على صعيد الدراما يعني عموما والنوعية. صح. نحن لازم ننطلق بشيء جديد. يعني الفكرة اللي كانت سابقا قبل الأزمة انه دائما في دعم للدراما، هذا جانب كتير مهم، بس كمان كان لازم يصير دعم للمسرحيات. يعني مسرحيات تتسوق لكل الوطن العربي، الإذاعة
الأعمال الدرامية كمان لازم تتسوق لكل الوطن العربي، لكل المحطات. نحن منسوق أعمالنا وأفكارنا بنفس الوقت. صح. ما عم يكون في هذا الدعم. أنا هذا المتخوف من شانه، إنه نحن بلشنا نتعامل بقليل أقل من المهنية. لازم نكون مهنيين على صعيد الكتابة، على صعيد الإخراج، على صعيد التمثيل. كل شيء لازم نكون مهنيين، وعندنا الإمكانيات. بالمناسبة أنا بحيي مجموعة تصحيح ألوان وبارك لهم على المسرحية، جائزة النص وجائزة التمثيل. أكيد كمان بدورنا من وجه لهم تحية كتير كبيرة. نحن سعداء بعودة صديقنا برهان سالما بعد أداء مهمته بنجاح. المعركة الفاصلة التي كنا ننتظرها باتت قريبة. استمعوا إلى تعليمات برهان ونفذوها لنحقق النصر على قوى الشر في البلاد. شرف الوطن أغلى منا ومما قد يجول بفكرنا في أي زمن. شرف الوطن أغلى منا ومما قد يجول بفكرنا في أي زمن. شرف الوطن هو أرضي، شرف الوطن قبلي وبعدي. شرف الوطن من آد مجدي، سيفي ورمحي في وجه المحن. شرف الوطن أغلى منا ومما قد يجول بفكرنا في أي زمن. هلا حافظينا. أنا أكيد ما بعرف غني، بس الأغنية هي تستفزني. إيه نشيد يا رجل. لا هي نشيد، وكمان شخصية عبد الرحمن قديش كان في هذا الأثر هيك الطيب، إنه عن جد حدا هيك نبيل. تماما. تسأل عنه لحد هلا. في مديرة مدرسة الله يذكرها بالخير قالت لي مرة نحن أعلننا عن رحلة بدنا ناخذ الطلاب، قاموا ما سجلوا بالرحلة. قالت لهم ليش ما عم تسجلوا؟ قالوا لها أنسي بترجعونا قبل ما يطلع صقور الأرض. معيرين على الوقت، إذا راحت علينا الحلقة ما في رحلة. هيشوف قديش متعلقين فيها لهي الأوقات. تمام. تحية لكل مين كمان عم يتواصل معنا من خلال صفحة الواو اف ام، يسعد اوقاتكم. اكيد هلا الغالبية كانت عم تحكي على توغو موري وايضا على ميماتي، فعملنا كمان الكاركترين وسمعتوهم اكيد، ف يعني كاركترات تانية او شخصيات تانية. قبل ما نحكي شوي كمان هلا عن الدوبلاج ومهنة الدوبلاج وهذا الخلط القائم يلي كمان هلا صرنا حديثا عم نشوفه تبع ممثل دوبلاج، انه شو مواصفات ممثل الدوبلاج؟ يعني اسمك ممثل. صحيح. هلا بالفتره الاخيره كثير درجت هاي الكلمه مدبلج. انا عندي اعتراض عليها، مو لاني ما بحب شغلي، اكيد انا بحب شغلي بمهنه الدوبلاج، بس دائما انا بقول لهم لاغلب الاصدقاء اللي بنتحاور معهم على يعني شبكات التواصل، انه انت اذا شفتني انا عم اشتغل بالاذاعه بتقول عني مذيع؟ ما انا ممثل. صح. انا ممثل عم اشتغل بالاذاعه فقط هيك، يعني انه ممثل عم يشتغل بالاذاعه. ونفس الشيء لما بشتغل بالدوبلاج ما بصير اسمي مدبلج، بضل اسمي ممثل اعمل في الدوبلاج في السينما في المسرح في التلفزيون. وهو يمكن مثل ما قلت يعني فيها استسهال هيك للمهنه تبع مدبلج. تمام. والقصه مو قصه صوت وبس. تصلني انطباعات انه انا بعرف غير صوتي، انا بعرف بدل صوتي. انا اسمعني يا استاذ. ايوه. لا القصه العلاقه بالتمثيل بالحس. هلا كثير ناس بيسالوني انه انا بيطلع معي، اسمعني هذا بيبعث لي رساله صوتيه، بقول له لا انت لازم اول شيء تدرس التمثيل. اذا ما قدرت تتسجل بمعهد او بكليه لازم تابع بفرقة مسرحية مثلا، أو يعني تغذي الميول الفني اللي عندك، أو بدورات. يعني لازم تنمي هاي الموهبة اللي عندك، موهبة التمثيل. هذا إذا كان موجود عندك الموهبة. تمام.
تماما. هلا بحكم صار في كمان تجمع صوتنا فن، هو تجمع كمان المعني بالدوبلاج، يعني بعد هلا اكثر من سنتين خلينا نقول على وجود هذا التجمع، لحد هلا حسيت انه وصلنا لهي المرحله اللي قادرين تنحمى فيها هي المهنه وتصير تنظيميه اكثر، او انه المشروع لسه يمكن بطور البدايات خلينا نقول، وناطرين نحن منه يعني فعاليه اكثر خلينا نقول لضبط هي المهنه. تمام، قياسا بالمهن الثانيه دراما او سينما. انت ملاحظ انا كثير عم بكرر تمام. حلو تمام، حلو تمام. تمام هلا تمام. ايه هلا لا شك نحن في البدايات، ما زلنا بهذا التجمع في البدايات. الشيء اللي أنجز لحد الآن كويس جيد، لكن نحن بحاجة لتطوير أكثر، تطوير يعني على صعيد حماية هاي المهنة، حماية الممثل، حماية العاملين. نحن مو بس الممثل، عندنا المشرف، عندنا مهندس الصوت، عندنا كل الكاست، حتى المعد، كل هذول الناس فريق عمل طويل. فريق عمل طويل. وإذا بتحب هلأ بعد شوي بنحكي على موضوع الإعداد. موضوع الإعداد عم تعاني منه كثير. هلأ يمكن هاي بسبب خلينا نقول الضغط اللي ممكن عم بيصير. هي مثل ما قلنا هاي المهنة دائما بيكون هيك فيها مشاكل، طبعا ما رح يعرفوها هلأ يمكن غير الممثلين اللي بالمهنة قصة الإعداد والمشاكل الطويلة والعديدة تبعها. خلينا ناخد شيء من باتمان. ايه هلا شوف، نحن بالدوبلاج ممكن نعيد الجمله مره ومرتين لحتى تزبط، بس انا راح اعطيك هلا مشهد. هي كمان ما بيعرفوا اغلب يعني المتابعين انه الطول والقصر طبعا قديش ممثل الدوبلاج كمان بيتعب حتى فيها. هلا هذا مشهد على فكره كثير مهم لباتمان، بيجتمع ببروس، هو بروس هو نفسه باتمان، بس في مشهد خيالي بيلتقوا مع بعضهم. هلا اول ما ببلش باتمان: لست على ما يرام يا سيد بروس، لماذا لا تذهب الى الطبيب النفسي؟ كذب، انت تعرف ما يجري، هذا حلم، حلم انت مسؤول عنه. حلم؟ كيف عرفت ذلك؟ شككت في الامر في بداية الامر، شككت في الامر، لكني تيقنت عندما قرأت الجريدة لم تكن الكلمات مفهومة. وبعد، القراءة وظيفة الجزء الأيمن من الدماغ، وتأتي الأحلام من الجانب الآخر، ومن المستحيل أن تقرأ شيئا في حلم. لنفترض أن هذا صحيح، فما علاقتي أنا؟ لا أعلم بعد، لكنك مفتاح الحل. كنت أعرف أنني سأجدك لأنني آتي إلى هنا ليلا. أخبرني ماذا سيحدث لي. ما رح نقول لهم شو رح يحدث ولا كلا. تحية لوفاء كمان مكي ريتا كرم، عم تقول على فكرة ميماتي كتير حبوا العالم وبيرددوا حكياته الحلوين، انه عملت صدى شخصية من شخصية ميماتي طبعا، يعني خاصة بين كل شخصيات وادي زياب. كمان يعني الغالبية الله يحمي لك الصوت كله مثل ما قلت لك على توغوموري على ميماتي. هلأ ميزة خلينا نقول هي الخبرة والإلقاء خلينا نقول هذا الصحيح حاليا، يعني كمان مثل حال الدراما خلينا نقول، بتلاقي خلاص انه في عالم اخي بتفوت، بدي فوت دراما، بدي فوت دوبلاج، نفس السيرة والكواليتي كجودة هاي العمل. عم نرجع كل ما لنا لورا. طبعا يعني لازم الممثل اللي يتعب على حاله بالمسألة المطلق، يعني هو يشتغل لحاله.
يجرب كيف يؤدي الجملة، كيف يقرأ بصوت عالي بحالات يعني صعبة، ممكن يختار صوت، يعني هذا كله بمرنه لحتى يدخل، يكون صوته مطواع كمان معه. تماما تماما. تسجيل هاي الكاميرا راحت عليه، وأول ما فات نهاد هرب. مين السبب؟ هو؟ هو معلم. ولا أنا ما قلت لكم إنه ما حدا بيترك مكان المراقبة شو ما صار؟ صدقني معلم كنت متضايق. وقت اللزوم بتعملها تحتك، فهمت؟ معلم بمادي انت شوي. لا لا معلم لك أنا معك. هي أحد إبداعات ميماتي اللي كانت ما بتخلص طبعاً. الغالبية عم بيقولوا كمان ما شاء الله الله يحمي لك هذا الصوت، وناطرين كمان كل جديد. هلا في أكثر من سؤال كانوا عن إنتاجات جديدة لأعمال الكرتون، عم يسألوك عن آخر الأعمال اللي حضرتك هلا عم تشارك فيها. هلا بالفترة الأخيرة نحن سكرنا عمل باور رينجرز، في زاك ستور كمان سكرنا العمل هذا. هذا رح يكون قريبا كمان. لا عم بينبث هو هذا العمل. صار كمان. نعم نعم. بس من الأعمال الأخيرة. وكمان المحقق كونان كمان مستمر مع شخصية توغوموري. توغوموري وأجاسا. نحن عندي أنا شخصيتين بالعمل، توغوموري والدكتور أجاسا. هل هي بقى المتابعين ما كتير كمان بيميزوا، يعني بيحسوا الأصوات كمان كتير بعيدة، ما بيحسوا خلينا نقول بصعوبات هاي المهنة تبع الدوبلاج، ما عندهم فكرة قديش هيك فيها تعبة، إنه أحيانا ممكن تحكي وترد على حالك فيهم. صحيح. هلا هو كمان من ناحية إنتاجية ممكن الممثل يتكلف بكذا دور بالعمل، انه هن عندهم 8 ممثلين بالحلقة، ما لازم ينضاف عليهم، بيقوم بالممثلين بيحمل يعني شخصية رئيسية، شخصية ثانوية وهكذا. انا على فكرة بدي اشكر كل اصدقائنا ومتابعينا اللي عم بيتابعونا بدقة من قديم، من زمان، تحليل الشخصيات بيأرشفوا كل شخصياتنا. أنا بنساهم. أنا هلأ إذا مثلا إحدى الصديقات أو الأصدقاء بيبعتوا لي فيديو صغير مثلا نزلوا على الانستغرام، أو بسألهم إنه هاي الشخصية شو اسمها، نسيان هذا العمل شو اسمه، وين عارفلون، منشان نحط ما هي نشوف على بصمة الصوت إنه منعرف. بس على فكرة يعني عم يقدموا جهد أنا بشكرهم عليه، جهد أرشفي. أنت إذا تنزل على تشوف صفحتي، أكيد تابعنا صفحة الانستغرام، موجود أرشفي كاملة لكل أدواري اللي اشتغلتها بالدوبلاج. وحتى لما بغير الشركة، حتى لما بغير الدور أو بترك الدور هون مثلا، حدا دور ثانوي بيكفي عني مثلا أو شيء، بنوهوا لهذا الموضوع. نحن للأسف وقتنا انتهى بحلقة اليوم من واو اف ام. في أعمال كتيرة كمان كنا حابين نحكي عنها. هاي كلمة معقول، شايف السرعة على طول تبع مر الوقت وما حسينا. طبعا كتير تشرفنا فيك عن جد بهذا اللقاء، وكتير انبسطنا أنك لبيت الدعوة وكنت معنا بحلقة اليوم بواو اف ام. وكلمة منك خلينا نقول لكل هالشباب هيك العربي وهي الأجيال يلي طلعت على صوتك، كلمة هيك من القلب للقلب إلون على كاميرتك. أنا طبعا قايلة أنا سابقا عدة مرات أنه كل عباراتكم، كل أفكاركم عم توصلنا، وأنا بتشكر كل حدا بيقول كلمة نبيلة بحقنا، يعني مو بس أنا، كل زملائي. أنا بشكر رفاق دربي كلهم بدون ما نسمي الأسماء، وبشكر الإدارة اللي وصلتنا لهي المرحلة. أنا يعني من الإدارة، من مدير سبيستون، من مدير شركة الزهرة، لأصغر يعني عامل بالبوفيه، كلهم على فكرة مهمين، وكلهم هن أسرة واحدة لا شك. وهذا وصل للناس، ووصلت المحبة لألون، لأنه نحن فعلا منحب بعضنا، ونحن كمان منحبكم. وصدقوني تماما، أنا دائما بتابع كل مفرداتكم، كل كلماتكم،
بس لا تواخذوني إذا قصرت في بعض الأحيان، بس عم نشوف الكلمات وعم نرد عليها برسائل على وقتنا. دخيل قلبك، نحن كتير انبسطنا فيك معنا في حلقة اليوم، وإن شاء الله هيك بالأيام الجاية كمان بتضل هيك يعني تنورنا بالطلات، ما عاد بدنا اياك تخفف لقاءات، بالعكس بدنا اياك تزيدهم اكيد ان شاء الله. خلي الغالبيه تربط يعني هيك الصوت مع الصوره، لانه هلا في كثير كمان هيك اشخاص انه بالصوره شوي انه سمعنا حتى بالاتصال تبع انه مثل الكواليس، انه متعودين على الصوت ما متعودين كمان هيك على الشكل. فهلا ان شاء الله يكون هيك الغالبيه ربطوهم وشافوهم، وبنضل نشوفك بلقاءات قادمه ان شاء الله. كل الشكر لك. لهون متابعينا بنكون وصلنا لنهاية حلقة واو اف ام لليوم، ومثل العادة موعدنا بيتجدد معكم كل يوم أربعة من 10 إلى 11 مباشرة على سوريا دراما، وأيضا على إذاعة صوت الشباب. من هلأ للأسبوع القادم ضلوا بألف ألف خير وتصبحوا على خير. يجب أن نخطط لليلة الغد. لماذا؟ ماذا سنفعل في الغد يا برين؟ ما نفعله كل ليلة يا بنكي، سنحاول السيطرة على العالم.